نور مواصلين معكم حتى النصف النهار باش نحكيو فيه بالقانون على الكونستا كيفاش ممكن تعمرو بطريقه صحيحه تنجم تضمن لك حقك مع الاستاذ انيس الزين. اهلا وسهلا ومرحبا بك استاذ. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي اذاعتك في الاسف. مشكور جدا على التدخل معنا. اذا في صوره حدوث او وقوع حادث باللطف على الناس الكل، الكونستا حاجه مهمه برشا، طريقه تعميرها بطريقه اللي تخلي حقوقك مضمونه اليوم. باهي، احنا بالطبيعه نحكيو على الكونستا اللي يصير بعد ما يصير حادث او اصطدام بين عربتين في الطريق العام. بالطبيعة الكونستا هي حاجة مهمة، وتعرفوا الكونستا هو في نهاية الأمر هو عقد بين زوز أشخاص، معناه شكل من أشكال العقود، وتعرفوا أن العقد هو شريعة المتعاقدين، معناه إذا كان وقع إمضاء من الطرفين فهو يقوم مقام القانون، يولي كأنه من القانون ويحمي من الطرفين حسب ما صرحوا به داخل هذا العقد. في صورة حصول حادث، وبالطبيعة نحكيو على حوادث غير خطيرة، خاطر أكيد حادث خطير، تعرفوا الشرطة وكذلك الحرس المرور يتحول العين المكان لمعاينة الحادث، يقوم هو بالمعاينة اللي باش نقوموا بها احنا، وبالتالي في حالة اصطدام بين عربة وعربة أخرى وفما ضرر الحق بأحد العربات أو بالعربتين، فإنه يقع إمضاء هذا العقد اللي هو من الكونستا، هو معاينة للحادث. يبدأ هو فيه من بالطبيعة فيه جميع البيانات، الاسم واللقب، رقم العربة، من جميع ما يتعلق من بالعربة وكذلك بالشخص الذي يقود هذه العربة. ثم الحادث يقع، هو عادة تلقى فما صورة متاع السيارة باش تشوف معناها الضرر، وين الحق، من على اليمين على اليسار، كيف صار الاصطدام، من الخلف، الاصطدام من الامام، شكون اللي مخالف، اذا يقع هذا يثبته من بعد. بالطبيعه هو باش يكون فما اتفاق طبعا، لانه معناها فما سائق اول وسائق ثاني باش يتفقوا انه من صار الاصطدام من الخلف مثلا على الجهه اليمنى للسياره ولو عن طريق السياره ب، هذا كله يتصور برسم بياني، ويقع وضع نقاط على الحروف لتحديد مكان الاصطدام للتعرف على شكون اللي هو معناه متضرر، وشكون الذي ألحق ضرر الآخر، شكون المخالف، شكون غير المخالف. هذا كله يهم من بعض في عملية التعويض التي ستقوم بها معناها شركة التأمين لكل عربة من هذه العربات، ويشوفوا شكون المتضرر وشكون اللي الحق ضرر بالاخر، شكون اللي مخالف وشكون الذي وقعت عليه المخالفه. كما قلنا معناه هو عقد، وبعد ما يصير هالاتفاق هذا وتصير معاينات، معاينه الضرر اللي الحق شنو نوع الضرر وين وكذا، هذيك الورقه تمشي لشركه التامين ودي بها هي يقع التعويض للمتضرر. بالطريقه هذه ينجم يكون الحق مضمون 100% بالنسبه للمتضرر، لحماية حقه. إذن ما فيها باس كعبد يكون منظم بالطريقة المثلى اللي تخليه أنه من بعد معناتها لا قدر الله وقوع حادث ينجم يلقى حقه بسهولة، باش ما يقولش معناتها ضاع لي الحق ولا ما تنجمتش تحصل. أي قول لي أستاذ، ماذا بينا كل شخص بسيارته يخلي عنده ورقة تاع الكونستا هذه؟ علاش؟ لأنه في لحظة وقوع الحادث إذا كان أنت ما تكونش عندك الورقة نتاع الكونستا هذيك وتقول له باهي تو نتقابلوا مثلا مثال عشان ياخذوا، فما عادة كما يتصادم يصير اصطدام ياخذوا هاتف جوال بعضهم يقول له تو نتقابلوا مثلا أنت تسكن في البلاصة الفلانية ونسكن في البلاصة الفلانية ولا تخدم في البلاصة الفلانية ولا في البلاصة الفلانية، نلتقي مثلا يوم الاثنين على الساعة بعد الخمسة نتاع العشية في البلاصة الفلانية تو نعمروا الكونستا. كونستا من المستحسن أنه يصير بالوقت. علاش؟ لأنه الواقع وقتها كل شيء ثابت. بعد ثلاثة أيام الله أعلم يجي السيد ينجم مثلا يتراجع يقول لك لا الاصطدام ما صارش هكاك، لو أنت وقتها جاي بسرعة أكثر. معناها من المستحسن أنه كل إنسان يحب يضمن حقه يخلي كونستا، ورقة كونستا محطوطة في البوتاجون في سيارته، ورقة ولا اثنين ولا ثلاثة تعطى بلاش من طرف شركة التأمين، يخلي ديما ورقة ديما تحت الردة في صورة ما وقع له أي حادث صغير فإنه هكاك يكون ضمن حقه.
واضح أستاذ. إذا هذه هو كل التوصيات اليوم اللي يلزم يتبعوها من أجل أنه ديما كما قلنا ضمان الحق. مشكور جدا أستاذ على تدخل معنا. الحوار كامل على قناة يوتيوب إكسبريس فام. احنا مازلنا مواصلين معكم في الشارع التونسي في مواكبة زادة لأجواء البكالوريا. من بعد شوية يكون معنا المتفوقين كيكا نعيشوا معهم الفرحة هذه، لحظة الفرحة هذه متاع البكالوريا. تابعونا ما تبعدوش هذه.